لما الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هل فيه مثلا اعتدال وتطرف نحو اليمين ونحو الشمال مثلا، أو أن حرمة الربا هو الحكم الإلهي الشرعي ومن ثم هو الحكم الوسطي الذي ننشده؟ المشروع الذي تفكر فيه وزارة الثقافة بتكوين رؤية لمعالجة مشكلات المجتمع اعتمدت على الوعي، اعتمدت على العلم، اعتمدت على احترام التخصص أيضا لصناعة الرأي الأصلح والأنسب الذي تقدمه للمجتمع. يقول هذه هي القوة الإسلامية وهذه هي الدافع الذي جعل الإسلام يعني مقبول بين الناس. ما تقوم به وزارة الثقافة من توعية فكرية للشباب وللطلاب ولجميع المستويات وخاصة في الجامعات جديرة بالاهتمام، وخاصة عندما تختار عناوين وموضوعات غاية في الأهمية تلامس القضايا الأساسية التي يعيشها الشباب.